فواز جبت لك هدومك. طب اقعد عاوز. مالك يا فواز؟ مالي؟ قبل ما ادخل السجن فطمتك على كل حاجة، وانت قلت لي انك فاهم كويس ان اللي بعمله ده عشانك. كنت صغير ولا زن امك على ودانك دخل في نافوخك؟ اقعد. بس بتكلم معاك. مستعجل ليه؟ رايح لحربي؟ انت لازم تدرى حبه طايع. حماية حربي خلصت وولاد عصران ممكن يجوا في أي وقت. أنا لازم أجيب الحماية من حربي. تاخد الحماية من حربي كيف؟ هاجي معاك. وساعتها أولاد عصران مش هيقدروا يلمسوني. تيجي معايا فين يا طايع؟ عند حربي. أشتغل معاه، أبقى واحد من رجالته. الرئيس حربي عنده رجالة كفاية. بس ما عندوش دلالين. وأنت دلال؟ يعني أنت اللي دلال؟ أنت؟ هتهرب آثار يا طايع؟ مش طول عمرك مش عاجبك شغل أبونا؟ هروح لحربي بيك أو من غيرك. استنى.